الندوة الصحفية اللي صارت لوزير الصحة التونسي في مقر الحكومة التونسية، واللي صارت كما قالوا هما طارئة ما كانتش مبرمجة. انتظرنا احنا كشعب تونسي اعلان مجموعة من الاجراءات الجديدة بما انها ندوة طارئة، لكن ما رعلا انه الوزير الصحة عاود نفس الاجراءات المعمول بها ديجا توا. صحيح وقع الغاء بصفة رسمية كل مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، لكن ما عطانيش حاجة جديدة. في اخر الندوة هذه صارت حاجة غريبة شوية، انه الوزير يهمس لاحد مساعديه ويقول له لا ما نقول لهمش عليها الحاجة هذية، خلي ما نفجعوهمش على الشعب التونسي. شنو ما يحبوش يفجعونا به حسب رايك انت كمواطن تونسي؟ والله اللي ما يحبوا ناس يفجعونا به ديزا احنا مفزوعين به ومفزوعين منه، هما في شبه حمايه، اما احنا رانا رحنا متعرضين لكل شيء، متعرضين صحيا وماديا ومعنويا. انا عندي زوز وفيات في العائله بالكورونا فيروس، الله يرحمهم ويرحم جميع الاسلام وان شاء الله ربي يستر البقيه. اما راي سامحوني، راه وزير الصحه هذا مع كامل احتراماتي ليه واحترامات كل شيء، راهو ما ثماش حتى حاجه اذا ايجابيه والا وقائيه للشعب التونسي. كما راهو الفيروس ماشي ويزيد، هما يطمنوا فينا، تونس كلها واقفه، المحاكم كلها واقفه. صدقني انا باش نعمل زوز حجاج وفيات معناها نتاع الوالد وخويا الله يرحمه، خلى ثلاثه ايتام، باش نعملهم حجاج وفيات. توا المحكمه عندها شهر واقفه، باش نعمل اوراق خويا باش ياخذوا الجرايه، مرته باش تاخذ الجرايه نتاع الايتام، باش يكلم حابسين يبريس توفى بالكورونا، والوالد زاد كيف زاد بالكورونا الله يرحمهم. هذاك مشيئه الله عز وجل. تبقي نشوف كيفاش معناه يبريسوا على الدوله بينا احنا بمصالحنا نحن، هما شيخين على الدوله بمصالح نتاع المواطن، والدوله الشيخه عليهم بينا احنا. معناها الدوله معناها حاطين المواطن في الوسط، تجاذباتهم سياسيه اخويا، خرجونا عملوا لنا استثناءات اخرى. اذا كان انتم في المحكمه عاملين استثناءات باش انتم تاخذوا امور الموقفين، يظهر لي امور ليتام راي ابجل. بالنسبه للندوه الصحفيه سيد الوزير، راك لا قدمت لا وخرت، رانا فير، راك خايف، راك قاعد انت راك مش قاعد تعطي في اوامر، راك انت قاعد تستنى في اوامر تجيك من الاخر، انت راك مش قد المسؤوليه. وتحيه كبيره للوزير السابق عبد اللطيف المكي، ونحترم الوزير الكل في كل، ونحترم كل انسان يخدم، لكنك راك ريانا فير، ما عملت لنا حتى شيء، رانا ماشيين وهابطين. هي كثره المرض ما يحبوش يصرح بها، ومستشفيات تعبت، وما عندناش باش تقيم هالعباد هذه كلها وانت باش تحطها، وفي نفس الوقت ما عندوش حاجه جديده تجيبها، المرض الكورونا جديده باش يحكي عليها، وهذه ناس ما ريتش تعمل تو كذعات. خاطي وزير ما تعرفش عليه الليله يتنحى ولا غدوه، راه حتى على غلطه ذي تنحوه عادي، تو ما يسخنش بلاصته، وزير مشد اقل من دبوس غاز. اما اش يعمل؟ مثلا الوزير مش الوزير، رئيس الحكومه يوقف ويتكلم ينبه على المواطنين، يا مواطنين راه فما مرض، راه فما خطر. يا خويا واللي يحب يموت خلي يموت، خي تدبر فيه باش يموت. ما عادش خاطر البس بافيه تعمل كذا امشي التباعد، ما يطبق فيه حتى حد. فلهذا قول له يا خويا تحب تموت مرحبا بك، تحب تبقى حي استحفظ على روحك وكا. ما نفجعوهمش. يا رسول الله، الله ايش نقول لك، توا وزير الصحة هي الكل مربوطة بالكورونا، والمرض قوي. هو باش نعطيك حكاية أخرى. هي الكورونا كي سمعت بالتلقيح جي تو تروح بروح مكبش. هو في هذه عنده حق، اختلاط توا باش تتحل، توا هاني فنان شعبي أنا أبار من كورونا. وماذا بيا نخدم كذا، اما كي تشوف تو باش تحل الوتله وتحل باش تولي اختلاط وتولي كارثه كبيره، فهمت، على العدوى. يا خيتي شو نقول لك، طلع عليه ستين في مغادي، قال لك هو ماذا بيه، هي كان ينظموه القطاع هذايا، ينظموه بالكدا بالكدا، ينجم يكون يحتفلوا بالبابا نويل نتاعهم هذا اللي جاي يحتفلوا به. وتجي تشوف والله منا تشوي منا تكوي، هي بصراحه نقول لك حاجه، هو كي تجي تشوف تو مش نتاعنا هذا راس العام. برا ما احتفلوش
يرحم والديك. مولد نبوي شريف نحتفلوا به، وبعد ما حتمنيش نهاية العالم، مش نهاية العالم، اما شنو احنا التوانسة؟ ابن السمك يمشي ياخذ لك دجاجة واحدة بوقة ويعدي ريفيون في الدار يقول لك اهو تعادل يا عم شو، كيفاش تحبوا تعادل؟ يسيب عليك طيب شكشوكة عجة وعدي ريفيون، تي عادي حنعيشوا. يا ولدي مش يهبلونا بش... يا ولدي انا واحد الناس باش اقسم بالله باش نهبل، يا ناس راني هبلت. ما شنو تو خطاو بالسيف ولا فما مرض فما كورونا فما عدوى. اخي شنو هو توا احنا التوانسه مثلا ناخذوا جازوز القرى يشرب شويه ويخلي الباقي احنا نقبقبوه الكل. اخي راس العام مش فيه شرب وفيه واحد باش تدخل تاخذوا كرابي شنو باش تولي الحكايه؟ باش تولي احتكاك وبوس وتحميل. لا بخويا باش تصير العدوى، فهمت؟ هي موجوده العدوى باش تصير كارثه في البلاد. هو وزير الصحه في الناحيه ذي عنده حق، وشكون مساعد شكون يساعدوا الفنانين حبوا يطلعوا يغنيوا وزعموا قشيات 5 مليون 6 مليون، فهمنا؟ لحد الان معقول هذا الكل، لكن شنو الحاجات اللي اخفاها علينا زعما حسب رايك انت كمواطن تونسي شنو اخفى وشنو الحاجات اللي ما يحبش يفجعنا بها؟ ممكن باش يصير باش يقنبلوا شنو هذه اقوى حاجه شنو اخي ما يقولها شنو هي ابار المرض هذايا توا ابار المرض معروف باهي ما... اي بعد المرض شنو فما حاجه تخوف؟ اللهم بصير هي في بلايص ولا بصير فما خفايا مانيش تجاهز انا باش نطلعهم ولا انت باش تطلعهم، فهمتني؟ الخزعبلات هذه اللي قاعده تصير في الحكومه والضبابيه اللي في عايشينها المواطنين والطبقه السياسيه وحتى المواطن البسيط ما فهمتش انا اللي جاوا توا بعد الثوره سواديزون اللي قالوا ثوره ما فهمتش شنو اللي عندهم في مخاخهم. احنا عندنا برشا كفاءات باهيه، عندنا برشا ناس يخدموا في اوروبا في امريكا في كندا، ناس قويين ياسر في العلم في السياسه في كل شيء، يجيبوا لنا ناس بادن حشاك ما عندهم حتى مستوى ويعملوا في الخزعبلات هاو دار شنو هاو كل حاجه هاو ما نجمناش نخرجوا القرار هذا وحتى يخرجوا القرار وبعد تالي يتراجعوا فيه قال شنو امور سياسيه شنو الامور السياسيه؟ انتم في القرار الاخراني اللي خرجتوه ولا اللي تفهمتوا مع الناس اللي عاملين ضربات وصححتوا وبعد تالي تتراجعوا ولا في حكايتك نتاع الثوره الشهداء الثوره ولا اللي باش يعوضوا لهم؟ تعتقد انه التجاذبات السياسيه او عدم الاستقرار السياسي اثر مباشره على الوضع الصحي الكارثي في بلادنا؟ جيك للصحي، الصحي راهو اسمع احنا في الغموض، رانا في الغموض، راهو توا في اوروبا انا قاعد نتبع في العالم اجمع كل يوم نقعد حتى الماضي ساعه متعلين ونتفرج في معناها المحطات الكل، الكلهم يعطيو كل موضوعيه يعطيو معناها الخبر يعطيو بالضبط. احنا لا عندنا خبر لا عندنا حتى شيء، احنا ديما عايشين في الظلام، فهمت؟ المواطن ما فهمتش كيفاش احنا باش نكملوا نعيشوا توا تو يجيو نهار وصايي نوقفوا جمله ما عادش لا نجموا لا ناكلوا لا نشربوا لا حتى شيء. شنو هو الوضع هذايا؟ ساقس هذول يا حسب المعلومات اللي عندي فما الوباء بتاع انجلترا وتفشى تاكل الفيروس بتاع اللي جاي من انجلترا هذاك تفشى في صفاقس هذاك يعني السلاله الجديده من كورونا. ايوه صحيح هما خايفين ما حبوش يقولوا باش ما يمشوش التوانسه. هو احنا تو في تونس هنا حد ما قاعد يقول لنا في الحقيقه، الحقيقه غايبه على الشعب التونسي. وك شفت الوضع في تونس، تونس كل بصفه عامه تهزر تونس تلقاهم مش على اعصابه، حتى التونسي مو فرحان بالشيء اللي صاير في تونس لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا صحيا. لكن علاش يخبيوا علينا يصارحونا وكا؟ ما خاطر ما فماش شكون صحيح هو عنده ثقه في نفسه باش يقول الحق. كل انسان خايف على بلايصته، انا نقول حقي نحي من بلاصتي. شفت النفايات اللي جات تونس هذيا فماش حقيقه فيها، قالوش الحقيقة، ها وقفوا فلان وقفوا فلتان وقفوا فلتان والحقيقة ما فماش. الشعب التونسي كل بصفة عامة ولا ما عادش عنده ثقة في الحكومة هذه، في الحكومة الموجودة هذه من رئيس الدولة وانت هابط حتى حد ما عنده ثقة في حتى حد. فهمت؟ الشعب ولا عايش على هامش، نعيشوا قاعدين نختي لجور لمام كل يوم ويوم كل يوم ويوم يوميا تعيش اليوم وغدوة علمه عند الله حي ولا ميت.
احنا نقولوا لا قدر الله وصدق التوقعاتك والسلالة الجديدة من فيروس كورونا وصلت لتونس مع الامكانيات المتواضعة جدا اللي عنا، شنو باش يصير فينا؟ ما عنا شيء، عنا جبنا سنة فينا كل ورس اختي ورس بنتي الغالي، عنا جبنا سنة فينا وقالوها بصفة قالوها برا موتهم يقطعوا دواء، هما دواء وعباد جابوا دوايات عملوا سبيطارات عملوا ما عملوا شيء، هاك العباد عايشة حط لك ما همشي عايش اختي عايشين كل واحد عامل كمامه خارج في الشارع يدور. بالمناسبه ال 200 مليار نتاع صندوق 18 لمجابهه الكورونا وينهم؟ عندهم هم مخبينهم. ايش عندهم علاش مخبينهم؟ وال 20 مليار اللي خذوهم نتاع النفايات هذوما وينهم؟ والفلوس اللي ياخذوا فيها من اوروبا ويني؟ والقروض اللي خذوها والفلوس اللي خذوها ويني؟ وين مشات الفلوس؟ والشعب قاعد يغزل بعينيه ويتفرج بعينيه. احنا الشعب التونسي راه ما عادش يعمل ثوره، راه فات ما عادش الشعب التونسي يخرج يعمل ثوره، راه فات ما عادش. اشعف على الشيء اللي عملوا تونسي، خرجنا باش نعملوا ثورة الكرامة والخبز والشغل فما من حد شيء. 10 سنوات الموت والمرض والفقر والهم وحالتنا عليه، الله ينصر الله ينصر من سبح.